بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل تقريبا ساعة أخونا عبد الله طرح موضوع الطلاق، ونعلم جميعا بأن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى. أنا أوجه أوجه رسالة من هذا المكان الطاهر الشريف بيت الله سبحانه وتعالى، أقول إلى كل من يسمعني: إذا أنت مزعل زوجتك، إذا أنت مطلق زوجتك وما زالت على ذمتك وما زلت أنت بيدك الخيار أنك شنو ترجعها، أقول لك ترى الدنيا والله العظيم ما تسوى. إذا كنت فاهم زوجتك غلط، سمعت عنها شيء غلط، سوت هي شيء غلط، أولا قدم جانب حسن الظن، أحسن الظن فيها حتى تكسب هذا الأجر. ثانيا سامح، اعفو، اصفح، لان مره ثانيه اقول الدنيا ما تسوى شيء. ذاك اليوم لو قعدت بروحك في البيت بين اربع اطواف بتعرف معنى وشنو تعني لك الزوجه. ذاك اليوم لا سمح الله توفت هذه الزوجه ما بتتذكر المشاكل، بتقول يا ليتني ما سويت. لذلك بادر الان. ليش ما تقول حق زوجتك احبك؟ شو المشكله؟ ليش؟ كثير من الأزواج يستحون يقولونها. ليش؟ هاي الكلمة حق من بتقولها؟ بتوفرها حق أي يوم؟ لمين بتقولها أصلاً؟ قول حق زوجتك الآن، إذا زوجتك عندك قول لها الآن. يا أخي مستحي من أطرش لها واتساب يا أخي. وحق أمك هو طبعاً، الأم ما يحتاج. سأتكلم على الزوجة. تمام؟ فنقول من الحين افتح صفحة جديدة. إذا كنت مزعلها، إذا كنتي أنتي مزعلة زوجت، شو نقول؟ روحي له. تعرفين أنتي أكيد شنو الأسلوب، شنو اللي يرضيه، شلون تيله، شلون تستدرجينه، والنساء ما يحتاج يعني. فخلوا هالليلة خلوا هالليلة على قولتهم صفحة جديدة، صفحة بيضة، نفتح صفحة مرة ثانية نقول حياة زوجية سعيدة. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريء من أمور طيبة إن شاء الله. بالله أقول عشان تحصل أجر، قول شيء عن الوقف. والله ما تدري أي شيء عن الوقف، لعل وعسى. عن الوقف؟ أي والله. أختصر اختصارات شو اسمه؟ مسلوم مسلوم. لا خليك.